لن تجد هذه المكونات، أقصد يعني تنويعات المكون الأول، غير تأكيد جذور انتمائها الأصلية التي كانت عليه. يعني هو يعني مجرد عودة للأصل. بالضبط. هل الدولة كان لها دور في هذا الانصهار ولا هم بروحهم يعني شعور تلقائي صار عندهم؟ احنا نعتقد انه هذا كان خيار حر موجود بالعودة الناس الى جذورها، زاد ان مشاريع الدولة الحديثة، احنا نتكلم البحرين، تأسيس الدولة الحديثة التي شهدت البحرين منذ عهد الشيخ عيسى عن بداية القرن، الشيخ حمد بن عيسى بعد ذلك، شهد انخراط أعداد كبيرة من أبناء البحرين بالمكونات الثلاثة في تأسيس الدولة، اللي هو كان يعني القاطرة الأساسية اللي كانت موجودة موضوع التعليم. فانصهر كل هؤلاء في موضوع التعليم الحديث التي شهدت البحرين من بداية القرن العشرين. هو أحد العوامل بلا شك اللي ربما قادت إلى موضوع الانصهار. هل كان المناطق السكنية لها دور؟ يعني ما انعزلوا مثلا، تتذكر اذا وجودهم هم كان مثلا في الحوره متركزه اكثر في هذه المناطق اللي يعني اللي بدت البدايات فيها. يعني اذا احنا كنا لا نزال نتكلم في المكون الاول وفريج الفاضل في المنام، يعني العرب الهوله في البحرين وجدوا نفسهم بشكل تلقائي موجودين في أحياء وفرجان. الغلبة العامة الموجودة لهذا الفرجان هي انتماءات العربية لجذورها في الجزيرة العربية، سواء كانت في المحرق أو في المنامة. فشهد النصف الثاني من القرن التاسع عشر، يعني نتكلم عن الوجود العرب الهولة في البحرين قبل ذلك بسنوات، صحيح نتكلم عن أكثر من 300 سنة أو أكثر، ولكن هذا الوجود المشترك وهذه الحياة المشتركة أوجدت انصهار كبير وسريع بين هذا المكون، لدرجة أنه لا أعتقد أنه في الأجيال الآن المعاصرة إذا تسألين أي واحد أو إلى آخره، ما يعني له الموضوع أنه هو عربي من الجزيرة ولا هو عربي هولي، يعني هو يجد نفسه أنه عربي. حتى في المحنة الأخيرة يعني هاي الانفصام أو الاندماج، يعني ما اندمج كسني، كان في إحساس أنك عربي ورفض بأي تدخل أجنبي خاصة إيراني فارسي، يعني كان عندهم الرفض هذه يعني حاد ليس بالشكل الآخر. يعني وهذه الغريب الشيء الثاني يعني اللي أكد على الاندماج والانصهار العروبي. يعني والله من حسنات، يعني هناك في حسنات كثيرة، حسنات كثيرة، لعل احنا شقد الإنسان يشعر بزهو كبير. هو هذا ليس لأن في برنامج تلفزيوني وأنا أحاول أن أروج لقوات حفظ النظام في البحرين، بس أعتقد أي إنسان وطني قيور في البحرين عنده شعور بالزهو الكبير لقوات حفظ النظام، سواء كانت قوات الحرس الوطني أو قوة دفاع البحرين أو قوة الأمن العام. ولكن بالإضافة لهذا الحسنة، حسنة أخرى وهي إحساس المواطن البحريني أن الانتماء والهوية العربية بالنسبة له أصبحت قضية مصرية أكثر مما كانت عليه، حتى في عز المد القومي العربي الذي عاشت البحرين في الخمسينات والستينات. بالضبط، يعني لأن أصبحت الهوية العربية والانتماء العربي أمام خطر بليق، بل إنما الموضوع يعني هويته وانتماءه أيضا قبل أي شيء آخر. طيب، وانا اعتبر انه هذا يعني من حسنات يعني الشعور بالمد القومي. احنا يمكن يعني في الخمسينات يعني عاصرنا البدايات هذه، وشفنا المد خاصه التيار الناصر اللي انتشر في البحرين وفي الجزيرة العربية كلها يعني. لكن أنا أتصور الآن يمكن كان تعاطف، يمكن كان تشجيع، لكن الآن إحساس بخطر وبخوف صحيح يفرق عن الخمسينات. نعم. المكون الثاني دكتور اللي تكلمت عن التجنيس اللي صار فيه بعد، اللي هو مكون البحارنة. نعم. هم عرب
من الجزيرة العربية ومستوطنين موجودين في البحرين، أيضا استقدمت لهم جنسيات عربية أخرى من المحمرة ومن القطيف وغيرها يعني، وجنوب العراق. وجنوب العراق. نعم. هذا شنو كان دورهم في المكون هذا في صهر المكون الأساس أيضا بالإضافة للمكونات الأخرى، ومكون أساسي وهو جزء من يعني مكون الهوية البحرينية والانتماء البحريني العربي، وهذا من ما يعطي البحرين شخصيته. الشخصية البحرينية، لما نتكلم عن الشخصية البحرينية لا يمكن الحديث عن الشخصية البحرينية في معزل عن انتمائها العربي. وأعتقد أن الجذور والأصول الاجتماعية للمكون الشيعة العرب يعني واضح وبارز في عمقه وانتماء العربي، سواء كان في الأسلاف والأجداد والأجيال التي تلت ذلك بين دائما وأبدا، وحتى من جنس وهذه الجنسيات. نعم، سوف نأتي للموضوع طبعا. بدليل أن هذا المكون العربي للشيعة العرب، لذلك بسرعة استوعب هذا التكوين العربي والانتماء العربي كل الهجرات أو عمليات التجديس التي تمت بالذات من الأربعينات وانت طالعة للجماعات السكانية التي جنست، سواء كان من المحمرة جنوب العراق أو من القطيف. قد تكون يعني فئات سكانية من البحرين، يعني ناس ربما في محرق أو في المنامة ما شافوا هذول بشكل مباشر. صحيح. بس هو في الواقع هذه الأعداد الموجودة، وليست بأعداد قليلة، توزعت في القرى وفي مجتمعات محلية نائية وربما حتى في أطراف المنامة. ومع يعني نتكلم احنا الآن حوالي أي جيل الحين؟ السبعين. نتكلم الآن عن الجيل الثالث. ونتكلم عن حوالي 60 سنة أو 70 سنة، لولا أنه في ثقافة عربية عريقة وانتماء عربي عريق لما استطاعت، ليست هذه فقط الجماعات الوافدة التي جنست من هذه المناطق بالانصهار السريع في الجيل الثاني والثالث، ولكن لنلاحظ أيضا أن حتى في التكوين الآخر العجم وحتى أيضا في الهول الموجودين الذين نزحوا ربما أو قدموا من إقليم فارس في سنوات منتصف القرن 20 الأخير، بسرعة الانصهار والشعور بالانتماء العربي يعني بسرعة التأقلم الموجود، فذي حصل في التكوين الثاني تكوين بحارنا في 50 سنة، لدرجة أنه في الجيل الثاني يصعب أحيانا التمييز. نعم، يعني القواسم المشتركة هذه اللي نشوفها سواء من الهولة اللي رجعوا إلى جذورهم أو من العرب اللي في جنوب العراق والمحمرة وياول البحرين. نعم. والعرب اللي موجودين كانوا في الجزيرة في البحرين، هاي الاندماج اللي صار بسرعة وصار لهالقواسم المشتركة هذه. نعم. يعني أنا ما أبي أقفز وأقول اللي صار أحين، بس يعني هل هو من الضعف بحيث أنه ممكن اختراقه وخلخلته بهالشكل هاي اللي صار الحين عليه؟ والله يعني شوفي تفضلي. يعني هاي سؤالي أنا يعني اللي يرجع للصدمة الأولية. كلنا في صدمة الآن، في غربة نشعر حتى عند الشباب الشيعي يعني. نعم. اللي أنت سميتهم يعني مو شيعة، بس صدق ليش ما اخترت شيعة؟ ليش قلت بحارنا؟ الشيعة العرب في البحرين هم بحارنا، و لهم تكوينهم الاجتماعي الثقافي. واحنا لا نستخدم كلمة غير ان نقول عبد الله البحراني. لا، مو عبد الله العربي، عبد الله ترى البحراني لا قصده. يعني هذا التعبير الدارج، ولا اعتقد ان احنا يعني لا اخواننا واشقائنا واحبائنا من البحارنا الموضوع ذي يزعلهم، بل هو يقدم نفسه. إذا ذهب برع البحرين، أنت بالبحرين؟ نعم البحرين. أنت من وين؟ من البحرين. قال إحنا من بحارنة البحرين. فهذا لا 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 تعبير عن يعني. بس ليش ما استخدمت شيعي؟ لا، أنا أعتقد إنه هذا التعبير الأسلم.
التعبير الأسلم من التعبير الشيعي، لأنه هو التعبير الدارج. لأنه دارج يعني. التعبير الدارج نعم. التعبير الدارج. طيب نعم. ليش قلت عرب سنة؟ ليش ما قلت التعبير يعني الدارج سنة فقط؟ لا يعني. التعبير الدارج. استخدمت التعبير يعني الدارجة التعبير يعني بالتوصيفات. حتى بتشوف التعبير الدارج الموجود ليس في البحرين. ترى قبل كله كانوا يستخدمون العرب، العرب يقصدوا فيهم نعم. السنة. نعم. أحين ما يستخدمون هاي التعبير. أعتقد يعني مع المد الديني بسام في يعني من بداية الثمانينات وانتهاية تدخل عناصر من الانتماءات الدينية في تشكل هويات الناس. ربما تعبير العرب السنة اللي هو الآن دارج حتى بالكويت على فكرة سمعت انه هاي التعبير الدارجة، هذا التعبير الدارج ربما هو اللي اصبح يعني يشكل يعني حتى يعني مستساق ومقبول، ووجدت حتى في الكتابات الإعلامية سائر أيضا. طيب عندنا المكون الثالث وبعدين بنتقل حق الانتماء الديني المذهبي للمكونات. نعم. المكون الثالث اللي هم العجم. نعم. أيضا قدومهم قبل مئات السنين بعد. صحيح. لكن الملفت للنظر دكتور إنه يعني في عزلة اختيارية، يعني ما حد أبدا يشكك في ولائهم ولا انتمائهم لهالأرض ولا حتى علاقاتهم بالأسرة الخليفية، يعني احنا نعرف العوائل وارتباطها. صحيح. لكن العزلة اللي نقصدها احنا او هاي الانكفاء ان الى الان اللهجة، الاختلاط، التزاوج، الى الان ما زال في ضمن اطارهم اهما. ايش تفسيرك؟ والله انا اقول انه بالرقم من يعني الاحساس برغم الأزمة الأخيرية بدأت تعمل يعني تكبر من مظاهر السلبية اللي ذكرتها، لكن أنا أعتقد يعني أنه في قدر كبير من التحولات الاجتماعية التي تدفع بالأجيال الجديدة نحو الانصهار، لكن هناك عقبات أمام الأجيال الجديدة. ربما أنا سلطت عليه الضوء في موضوع حديثي عن المكونات بشكل تفصيلي في الدراسة. هناك معوقات، وربما أكبر معوق أمام العجم وحتى البحارنة من الانصهار في المجرى العام. المجرى العام هو مجرى الحضارة والثقافة العربية الأم التي تنتمي للبحرين، و الذي نص عليه دستور وميثاق العمل الوطني. المعوق الأساسي الذي أصبح وهو مع الأسف الشديد هو وجد عبر تاريخ البشرية لسبب روحي، ولكن أصبحنا الآن احنا نجد فيه أنه بدأ يشكل حالة سلبية، وهو الانتماء الديني. ليس المذهب الشيعي الاثنى عشري، ولكن التوظيف السياسي الذي أخضع له هذا المذهب. يعني هم من أصلهم شيعة، ما في شيء يستجد. لا ما في فعلا ما في شيء يستجد، يعني مولودين شيعة من أجداد وأجدادهم شيعة. صحيح صحيح. يعني هذا اللي يلفت للنظر أنه مو المذهب جديد طرأ علينا، لا اللي طرأ شيء ثاني يعني موضوع آخر. ولذلك تشتبه فيه الحالة البحرينية الموجودة. الحالة البحرينية التي تعيشها الطائفة يعني يعيشون البحارنة ويعيشون العجم، هو أيضا نفس الوضع الموجود عليه في لبنان والعراق. اختطاف من ينتمي لهذا المذهب ووضع على قاطرة مناهضة للمجتمع وللانتماء العربي. نلاحظ أنه الأحزاب التي أصبحت تمشي في المجرى العام لهذا الاتجاه السياسي، سواء كان حزب الله في لبنان أو حزب الدعوة في العراق أو غيره من التشكيلات الشيعية الموجودة، هي تقف على 180 درجة من الانتماء العربي والهواجس العربية. يعني هذه مشروع هذه وهي ليست يعني احنا المشكله الموجود مشروع انفصام وعزله وانقطاع عن الخط العربي الاصلي لكل الجذور هذه اللي ممتده من الشمال. صحيح. الى الجنوب. نعم. قبل هذه
الشيعة في البحرين أو البحارنة مثل اللي إحنا المصطلح الدارج كانت كلها